كشاف استريح استعد النشيد الوطني استعد اليد اليد سارعي للمجد والعليا مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أفضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله مدى الدهور وعلى مر العصور، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سعادة محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية، قادة التعليم في إدارة التعليم في بيشة، مديرو مكاتب التعليم، ضيوفنا الأكارم، باسم سعادة مدير التعليم في محافظة بيشة الأستاذ خالد بن عبد الله الغامدي، نرحب بكم جميعا في احتفالية وطننا الغالي بالذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، اليوم الوطني 90، والذي فيه تعبير عن الوحدة والتكامل بين قيادات الدولة وشعبها. أحييكم تحية من القلب فأهلا بكم، حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا والعنبر. اليوم تخفق مشاعرنا بالبشر والأنس، اليوم مجد وعز موصول بالأمس، اليوم يوم الوطن 90. صباحكم وطن، صباحكم فخر وولاء وطن، صباحكم عز وانتماء وطن، صباحكم حب ووفاء للوطن، صباحكم وطن زاهر بالأمجاد، وطن حافل بمآثر الأجداد، صباحكم وطن أمن وأمان. اليوم الوطني 90 لمملكة الحبيبة نشهد فيه تغيير مسار التاريخ وقيادة الدولة نحو التطوير والازدهار والتقدم، متمسكين فيه بالعقائد الثابتة وبكتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حفلنا الكريم
لسعادة مدير تعليم بيشة الأستاذ خالد بن عبد الله الغامدي كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سعادة محافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة، أصحاب السعادة مدير والإدارات الحكومية، أصحاب السعادة قادة التعليم السابقين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 90 عاماً مضت أسس لها باني هذا الكيان العظيم جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وحد الأمة على ثرى هذه البلاد الطاهرة، وقام على أركانها بكل حزم وعزم، وسن قواعدها وشيد بنيانها ووحد صفها وأقر حدودها، ومد جسور التعاون مع الدول، وأسس لوزاراتها واهتم بإنسانها، وانطلق الخير في أرجائها، وعلى خطاه سار أبناؤه الملوك البررة سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله يرحمهم الله، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تميز بالحزم والعزم واستكمال النهضة التنموية في مملكتنا الغالية وفق رؤية 2030 الطموحة بقيادة سيدي ولي العهد الأمين، والتي تكتب بمداد الذهب كونها أحدثت نقلة نوعية جبارة في مسيرة هذا الوطن، حتى أصبح وطننا في عزة ورقي ورفعة لمسناها واقعا ملموسا. سعادة المحافظ، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، لقد وجه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كافة قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تعكس أهمية الاعتزاز بهذا اليوم العظيم والانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته واستذكار نعم الأمن والاستقرار والتنمية التي شهدتها المملكة طوال عقودها الماضية، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة حفظها الله في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته. حيث يأتي الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وقد حظي بفضل الله التعليم بدعم قيادة المملكة حفظهم الله لاستمرار العملية التعليمية عن بعد من خلال تمكين 6 ملايين طالب وطالبة من الدراسة في منصة مدرستي، وإتاحة 24 قناة تعليمية تبث الدروس وفق خطة دراسية وأرشفتها في اليوتيوب، وتطبيقا للروضة الافتراضية، كل ذلك من أجل أن يواصل أبناء وبنات الوطن رحلتهم التعليمية ويسهموا في التنمية المستدامة لوطنهم. سعادة المحافظ، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، شكرا لله على ما تفضل به وأنعم على بلادنا المباركة، ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان لدعمهم اللامحدود لقطاع التعليم، ولسمو سيدي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لمتابعته واهتمامه وتذليل كافة الصعاب والعمل على التكامل بين المؤسسات الدولة في منطقة عسير، والشكر موصول لسعادتكم لتشريفكم حفلنا اليوم. ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأساتذتي الكرام قادة التعليم السابقين الذين أسهموا في بناء هذا الصرح وقاموا بواجبهم خير قيام، كما أنني ممتن وجميع الزملاء لحضورهم ومشاركتهم لنا في يوم الوطن 90. أدامك الله يا وطني شامخا وأطال عمر مليكنا المفدى سلمان الخير وسمو سيدي ولي عهده الأمين، وطني دائما همة حتى القمة، دام عزك يا وطن، والسلام.
حفلنا الكريم درع تذكاري يقدم لمحافظ محافظة بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة، فليتفضل مدير التعليم بتسليمه. وطني، في واوك وفاء وانتماء، وفي طائك طموح متجدد وبناء، وفي نونك نماء وازدهار، وفي يائك ينبوع من الحب والعطاء لك يا أغلى وطن. حفلنا العزيز فيلم وثائقي بعنوان 90 عاما يا وطني. كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. والعمل بكل جد واجتهاد في إسعادك وتوفير رخائلكم. لأن فيصل إذا كان يعمل فإنما يجب أن يعمل في سبيل الله ثم في سبيل وطنه وأمته. ستتمكن حكومتنا إن شاء الله من تقديم مزيد من الخدمات لمواطنيه جميع أنحاء المملكة. أعتقد إن شاء الله مشينا بالخط المستقيم اللي فيه راحة للمواطن. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا ومصلحة وطننا وإنسانه. وعملنا على مواصل البناء والكمال من سبقونا ملوك هذه البلاد، وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة لمناطق المملكة كافة والعدالة لجميع المواطنين. Thank you.
لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا انحدت هذا الجبل وتساووا بالأرض. أيها الحضور الكرام، درع مقدم لرئيس جامعة بيشة، يستلمه نيابة عنه الدكتور عبد الله الشهراني وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية، ليتفضل سعادة مدير التعليم والمحافظ بتسليم الدرع. قصيدة وطنية بعنوان أجمل وطن للشاعر علي بن عبد الله الحازمي، يلقيها الطالب عمر بن غرم الله الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر، ومن لم يبني في قومه ناصحا لهم فما هو إلا خائن يتستر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذاك جبان بل أخس وأحقر. دعوني دعوني فقد هام الفؤاد بحبه، وما منيتي إلا الحياة بقربه، فليس له في البلاد مشابه وكل بني الإسلام تحدو لصوبه، ومعروفه عم البلاد جميعها وطاف نواحي الكون ماحي لكربه. أيا وطني أيا وطني تفدي ترابك أنفس تجود بلا خوف الممات وخطبه، جمال به في السهل أو بجباله وسحر لرمل لامع فوق كثبه، ووحده عبد العزيز بجهده وجند له شق الطريق لدربه. لنا ملك لنا ملك قاد البلاد بحكمة، ترقى بنا للمجد غاية دأبه، تزين وزادت رفعة وتألقا وفيه تسامت واستطابت لطيبه. مليك له في القلب أوسع منزل مليك له في القلب أوسع منزل، هو الوالد المحبوب من كل شعبه، ويسعى إلى العلياء دوما شعاره، فلا خاب من يسعى ويرضي لربه، فيا رب باركه وبارك جهوده، ويسر عسير الأمر سهل لصعبه. كنز وطني حيث يمتلكون العديد من الخبرات المهنية والكفاءات العلمية العالية بقدر السنوات الطوال التي عملوا فيها، كان طموحهم عنان السماء، ساروا بنا في تعليم بيشة إلى منصات التتويج والتميز، قدموا الغالي والنفيس لخدمة أبناء وبنات بيشة تربية وتعليما، يستحقون منا الشكر والعرفان والتكريم تقديرا لما قدموه لتعليم بيشة. والجدير بالذكر أن إدارة التعليم بمحافظة بيشة أسست عام 1385 للهجرة، وكان أول مدير لها الشيخ عبد العزيز بن محسن آل الشيخ، وانفصلت إدارة التعليم بنجران عام 1386 للهجرة، كما انفصلت إدارة التعليم بالنماص عام 1401 للهجرة، وكذلك في تعليم البنات أسست عام 1382 للهجرة، وأول مدير لها كان الأستاذ عامر بن عمر المرشد. حق لنا هذا اليوم
أن نكرم رموز تعليم بيشة في مراحله السابقة. نستأذنكم يا سعادة المحافظ ومدير التعليم في تكريم الزملاء الكرام الأجلاء: الأستاذ سياف بن عامر آل خشيل، مدير عام التعليم بمنطقة عسير سابقاً، استحق التحية. الأستاذ عامر بن عمر المرشد، مدير تعليم البنات بمحافظة بيشة سابقاً، يستلمها نجله الأستاذ مرشد بن عامر. الأستاذ جلوي بن محمد الكركمان، مدير عام التعليم بمنطقة عسير سابقاً. الأستاذ سعيد بن فرحة العثمان، مدير التعليم بمحافظة بيشة سابقاً. والأستاذ سعد بن سالم السالم، مدير التعليم بمحافظة بيشة سابقاً. والأستاذ نايب بن سلطان الهاجري، مدير التعليم بمحافظة بيشة سابقاً. والأستاذ محمد بن عبد الله الصفار، مساعد مدير التعليم في محافظة بيشة سابقاً. والأستاذ سياب بن محمد بن الأزهر، مساعد مدير التعليم في محافظة بيشة سابقاً. والأستاذ بريك بن عبد الله الصفار، مساعد مدير التعليم في محافظة بيشة سابقاً. والأستاذ محمد بن جعفر القحطاني، رئيس نشاط الطلاب في إدارة التعليم في محافظة بيشة سابقاً. حفلنا الكريم، نشاهد معكم فيلماً وثائقياً بعنوان التعليم عن بعد، تحت إشراف المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ناصر ابن محمد آل جافر. يشكل يومنا الوطني المجيد صفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. هذه الذكرى العزيزة تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز الذي تم بفضل الله على يد المؤسس ورجاله المخلصين الأوفياء، وتوج ذلك بلم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في أعظم عملية توحيد وبناء في أرض طالما كانت وستظل مهوى الأفئدة ومأرز الإسلام وحسنه الحصين. في اليوم الوطني ونحن نستعيد ذكرى هذه التضحيات العظيمة، فإننا في الوقت نفسه نستحضر قصة بناء إنسان لهذه الأرض. فبعد التوحيد بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية شاملة في بلاد افتقدت في البداية للثروات الطبيعية، لكنها كانت غنية برجالها، لتصبح الصحاري القاحلة ميداناً لنهضة تنموية
شملت جميع القطاعات والمجالات التعليمية والصناعية والزراعية والخدمية، وجعلت المواطن السعودي هدفاً لهذه التنمية، ورسمت معالم حضارية جمعت بين أصالة التراث ومتغيرات الحاضر وعصريته، كما تهيأت للمستقبل ببصيرة نافذة تستشرف الآفاق وتستنير الطريق. ولا أدل على ذلك من رؤية وطننا العظيمة 2030، والتي جاءت لتقدم آمالاً عظمى لا نظير لها في سبيل رفعة ورقي هذا الوطن، ولتجسد مدى عناية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان برفع سقف الطموحات لدى مواطني هذا البلد الكريم، حتى يكون المستقبل واعدا مشرقا بإذن الله. إن التعليم كان حاضرا في أذهان صناع القرار بما له من أهمية بالغة في صنع شخصية المواطن وبناء توجهاته التي يخدم بها وطنه، ولذا كان التعليم يحتل أولوية لدى حكومتنا الرشيدة منذ تأسيسها وحتى الآن. وما برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية الوطن إلا شاهداً على تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها، من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية. وفي هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، ظهر جلياً حرص حكومتنا الرشيدة على سلامة مواطنيها، فسنت الإجراءات الاحترازية التي تمنع تفشي هذا الوباء، ومن ضمن تلك الإجراءات العودة إلى التعليم عن بعد، والتي جاءت انسجاماً مع ما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة في إدارة مثل هذه الأزمات. ومن هذا المنطلق سخرت وزارة التعليم كافة إمكانياتها لاستكمال العملية التعليمية لأبنائها الطلاب من خلال جميع قنوات التعليم ووسائله، سواء أكانت قنوات تلفزيونية كقنوات عين أو منصات إلكترونية كمنظومة التعليم الموحدة ثم منصة مدرستي وبرنامج التايمز. والمتأمل لهذه الجهود يدرك أن المملكة العربية السعودية بذلت كل ما في وسعها في إدارة هذه الأزمة، متخذة حزمة من الإجراءات الاحترازية الاحترافية والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية. وتوجت هذه الجهود برئاستها اجتماع الدول العشرين من منطلق دورها الإنساني ومكانتها الدولية. ختاماً فنشكر الله جل وعلا على ما أسبغ علينا من نعم وفيرة متواصلة متوالية، وأدام الله على هذا الوطن عزه ورخاءه وأمنه واستقراره في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ودام عزك يا وطن. مع تحيات إخوانكم من تعليم محافظة بيشة الشؤون التعليمية بنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وطن نقسم على حب القسم.
ولعلنا في هذا اليوم نذكر إنجازات المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا، والذي أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة استطاعت أن تقدم حلاً للتعليم في ظل الجائحة، بينما دول أخرى من هذا العالم ما زالت تبحث عنه. لذلك أعلنت وزارة التعليم عن منصة مدرستي لطلاب وطالبات التعليم العام كبديل تعليمي تفاعلي للدراسة عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول، وتقدم المنصة العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية المساندة للتخطيط وتنفيذ العملية التعليمية عبر الفصول واللقاءات الافتراضية، بالإضافة إلى الواجبات والاختبارات الإلكترونية وساحات النقاش، كذلك المصادر التعليمية المتنوعة من فيديوهات مرئية وكرتونية وواقع معزز ومصادر ثلاثية الأبعاد وقصص وكتب تربوية. وأوضحت الإحصاءات بأن وزارة التعليم عملت على إنجاز منصة مدرستي لخدمة ما يزيد عن 6 ملايين طالب وطالبة وأولياء أمورهم وقرابة 525,000 من شاغلي الوظائف التعليمية، وتكون بمميزات مختلفة، وتم إنجازها بوقت قياسي وبكفاءات وطنية. وأثبتت الإحصاءات أنه تم دخول 92% من الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي، و 97% من المعلمين والمعلمات، و 37% من أولياء الأمور. كل ذلك يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة القليلة الماضية. حفلنا الكريم، للمملكة دور بارز في مواجهة جائحة كورونا. الآن نشاهد فيلماً وثائقياً بعنوان المملكة قائدة مجموعة 20 في مواجهة كورونا. تقود المملكة العالم في مواجهة جائحة كورونا على كافة الأصعدة، فالمملكة تبرعت لمنظمة الصحة العالمية ب10 ملايين دولار، والصحة العالمية تشكر المملكة. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس قمة مجموعة 20 الاستثنائية الافتراضية التي دعا لها القادة لمواجهة الجائحة العالمية. دعت المملكة لتمويل الجهود الدولية لمكافحة الفيروس ب8 مليارات دولار، ساهمت السعودية فيها بمبلغ 500 مليون دولار لمواجهة الأزمة. وزراء مالية دول العشرين بقيادة وزير مالية المملكة عقدوا اجتماعاً بحثوا فيه الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن كورونا ودعم الدول النامية التي تأثرت من مواجهة الفيروس، كما أكدوا على التزامهم بتقديم الدعم الكبير لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ووزراء الطاقة في اجتماع استثنائي برئاسة وزير الطاقة السعودي اتفقوا على توحيد الجهود بهدف استقرار أسواق الطاقة وتقليل تأثير الجائحة على الاستثمارات والابتكارات، إضافة إلى تكثيف الجهود الدولية في المحافظة على أمن الطاقة. وفي مواصلة للجهود المبذولة، وزراء صحة مجموعة 20 برئاسة وزير الصحة في المملكة اجتمعوا لبحث التعاون في الأولويات الصحية المشتركة، عنوانها الأبرز: الإنسان أولاً. وطن لا نحيي لا نستحق العيش فيه، كلمات آمنا بها رددناها كثيراً، واليوم نعمل بها بكل وعي والتزام. أصبحنا جميعاً يداً واحدة
جميعنا نعمل من أجل هدف واحد، التخلص من الفيروس، كل في مجاله. نعيش اليوم قصة أبطالها كثيرون لا تستطيع معرفة البطل الحقيقي فيها، فلولا البطل الأول وهو المواطن المتقيد بالإجراءات الاحترازية والذي التزم منزله لما ارتاح أبطال الداخلية الساهرون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة واهتمام. أما أبطال الصحة الذين أوفوا بالعهد والقسم الذي أقسموه يوم تخرجهم فقد أثبتوا كفاءتهم وحبهم للوطن. أشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي أولئك الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. أبطال الدفاع الجوي الساهرون على حماية الوطن من أيادي الغدر والشر. أبطال وزارة التجارة المراقبون لتجاوزات ضعاف النفوس المستغلين للأزمات والعاملين على حماية المستهلك. أبطال الإعلام الذين يسعون لإيصال كل المستجدات والرسائل التوعوية ويحرسون الوطن من الشائعات وتبعاتها، وذلك بنقل الحقيقة في كل مكان وزمان أيا كانت الظروف. وبكل فخر أصبحت بلاد الحرمين الشريفين ولله الحمد محط أنظار العالم وإعجابهم بعد قراراتها التاريخية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. إن صحة الإنسان وكرامته تأتي في أولويات خادم الحرمين الشريفين، حيث تحدث قائد البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز إلى شعبه بكل شفافية موضحا حقيقة الأمر، وفي الوقت نفسه أدخل الطمأنينة في النفوس حيث أكد الحرص الشديد على صحة المواطن والمقيم. قال خادم الحرمين الشريفين رعاه الله: أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، وأن الدولة لا تألو جهدا في الحفاظ عليها، وهو ما ظهر في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة على مدار الأيام الماضية. أيها الحضور الكرام، عشر سنوات مضت سطر فيها تعليم بيشة كل معاني الحب والانتماء لهذا الوطن، فهو يستحق فيلم وثائقي يعرض مسيرة تعليم بيشة في احتفائها باليوم الوطني منذ اليوم الوطني 79 حتى اليوم الوطني 90. جمع وأعد هذه المادة الأستاذ أحمد بن علي الزهراني مشرف النشاط الطلابي. اسم المحافظ واسم تعليم بيشة قلب والقلب.
مملكتنا للسلام أرضا وعنوان عبد العزيز
كل شيطان بالحزن والعاز وتدفن كل فتنة بين هدها اليوم من كل شهر ريحان غني عبد الحان ونسير البرد والعليا ونرضى في زندها اسم المحافظ واسم كريم بيش قلب ولسان نجدد العهد والبيعة ولا نبلغ وعدها نسلم ولي العهد راع المواقف طير حوران بلادنا كل يوم تكريها متولدها ولك يا ولي العهد قسم الوطن شكر وعرفان أرض الوطن تفتخر بك طال عمرك يا سندها اليوم من كل شهر فيحان غني عبد الحان ونسير البرد والعليا والأرض في سندها قسم المحافظ واسم كريم بيش قلب ولسان نجدد العهد والبيعة ولا نبلغ وعدها وأميرنا في عسير ونايبة للمجد بيبان أرض الوطن ما تقوم إلا على قوة عمدها فيصل وتركي عماد المنطقة تربينا الأيمان وقفتهم للوطن والدين ما يحصى عددها اليوم من كل شهر فيحان غني عبد الحان ونسير الملك والعليا والأرض في سندها اسم المحافظ واسم كريم بيش قلب ولسان نجدد العهد والبيعة ولا نبلغ وعدها العهد والوعد والبيعة تجدد عبر الأزمان للقادة اللي نهضنا واعتلينا في عهدها البيعة الصادقة والوعد لمحمد وسلمان حبك من اللي ساعدنا في المواقف أيها الحفل الكريم نعيدكم بأنه ما زال للمجد بقية حضورنا الكريم لمسة وفاء هدية تذكارية عبارة عن لوحة فنية تهدى للأستاذ خالد بن عبد الله الغامدي مدير تعليم بيشة بأنامل الأستاذ حسن بن ثابت المعاوي فيستحق منا قائد تعليم بيشة هذا التكريم أيها الحفل الكريم قدمت إدارة التعليم بمحافظة بيشة العديد من المبادرات في ظل جائحة كورونا ونحن اليوم بصدد تدشين مبادرات الشؤون التعليمية مبادرة تعليمنا مستمر وكذلك مبادرة نحن معك Thank you.
حفلنا الكريم أبى الشعر إلا أن يشارك في يوم الوطن. نترككم الآن في قصيدة للشاعر محمد ابن عمير ابن هيال الشمراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم وصباحنا أغلى وطن. يا لا 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 الله يحفظ لنا سلمان وولي عهده. يا الوطن يا الملك حنا على العهد حنا، دام شعب الوفاء بالود والحب غنى. نحتمي راية التوحيد منا ومنا، الله يحفظ لنا سلمان وولي عهده. يا الوطن يا الملك حنا على العهد حنا، دام شعب الوفا بالود والحب غنى. نحتمي راية التوحيد منا ومنا، الله يحفظ لنا سلمان وولي عهده. لا 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 دام عز الوطن والمملكة والملوك في درب وفهد ولي عهده محمد، عاشت المملكة في ظل حكامها. لا 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 عاشت المملكة في ظل حكامها. يا لا 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 الله يحفظ لنا سلمان وولي عهده. في الوطن ما حسبنا خاين ممتحنا، والجبال الرواسي شمخات وغنى. الهقاوي بحاكمنا على من تمنى، الله يحفظ لنا سلمان وولي عهده. يا لا 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 في ولانا ترانا لازمين وملوك، حظ من عاش للرحمن شاكر محمد، القصايد بنينا بحكامها. يا لا 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 القصايد بنينا بحكما. ودام عزك يا وطن. حبلنا الكريم أبريت بعنوان حزما وسلمانا، كلمات كل من عبد الله بن سعد الشمراني، مقعد بن عبيد السعدي، محمد بن عمير بن هيال الشمراني، أداء المنشد مسفر آل شنيف، عرضة طلاب ثانوية عمر بن عبد العزيز. حتى يكون
لهم حزنا وسلمانا حتى يكونوا لهذا العصر فرسانا. واكسوا مواعيدكم وعدا وعاصمة فالمجد لا يمنحون الخذ مجانا. سلمان منا ما قيلت فضج بها صدر السماء كنجم صك شيطانا. هناك أقصى جنوب العز ملهمة صارت لها الأرض كل الأرض ميدانا. كل الجهات استقالت من أماكنها إذا أصبح الحد إسلاما وأوطانا. حيث المغارب كفرت مشرقة حيث الشمائل صارت فيه أيمانا. حيث الشمائل صارت فيه أيمانا. سموا مواردكم حزنا وسلمانا واكسوا مواعيدكم وعدا وعاصمة فالمجد لا يمنحون الخاذ مجانا. سلمان منا مليك راشد فطر فؤاده لم يزل بالله ملآنا. سلمان منا سلود سلمانا حتى يكونوا لهذا العصر فرسانا. واكسوا مواعيدكم وعدا وعاصمة فالمجد لا يمنحون الخاذ مجانا.
I'm
حفلنا الكريم. حفلنا الكريم الآن نستحق وتستحقون جميعا بعد هذا العرض الجميل أن نشكر شعراء هذا الأبريت وطلاب عمر بن عبد العزيز على هذا الأداء المميز، ويستحقون منهم أن نكرمهم سعادة محافظ ميشا. الشاعر محمد بن عمير بن هياد الشمراني، المنشد مسفر آل شنيف، قائد مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية الأستاذ سلطان بن فواز الهاجري، رائد النشاط الأستاذ موسى بن عبد الله القرني، الأستاذ إبراهيم بن محمد الشمراني المدير التنفيذي لشركة نيو ميديا للإنتاج المرئي والصوتي، الأستاذ عبد الله بن سعيد الحمصة، الأستاذ سعيد بن محمد القمشة، شارك في عمل منصة مدرستي، الأستاذ أحمد غرم الله الغامدي، أيضا شارك في عمل منصة مدرستي، الطالب عبد الله بن ناصر الشهراني، الطالب عمر بن غرم الله الغامدي، الطالب عبد الرحمن بن محمد العمري، ومن هنا تتجدد الذكرى ونجدد البيعة والولاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإننا بتوجيه سعادتكم ودعم القيادات نوجه الأجيال القادمة لمتابعة هذا التقدم الذي تشهده البلاد في كل مجالاتها ومؤسساتها، وندعو إلى نبذ التطرف والخذلان والتأكيد على الوقوف خلف قياداتنا ودعم التنمية والإصلاحات التي يتم إقامتها في الدولة بما يحقق الرؤية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة 2030. فهذا اليوم يؤكد على المضي مع قياداتنا
نحو إنجازات عريقة وتنمية حقيقة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا قياداتنا ويديم على وطننا الأمن والأمان والرخاء. دمت يا وطني عزيزا، دمت شامخا معانقا للسماء، دمت الحب الذي لا يموت أبدا. وطني، أرجو العذر إن خانتني حروفي، وأرجو العفو إن أنقصت قدرا، فما أنا إلا عاشقا حاول أن يتغنى بحب هذا الوطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ قائد مسيرة هذه البلاد المباركة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها ورخاءها، إنه سميع مجيب. حفلنا الكريم، نترككم ختاماً مع العرضة السعودية.